صباح عليكم مرة تانية، وخلينا نبدأ مع حضراتكم بأهم حدث حصل امبارح، وهو افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات. هذا الموسم وهذه المنطقة بتعد واحدا من أهم المشروعات اللي بتدعم الإنتاج الزراعي المصري، وخصوصا في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية زي القمح، واللي كلنا عارفين القمح عليه كلام عالمي عامل ازاي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. خلال هذه الفعاليات أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية بتسعى للحصول على 1,000,000 طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في منطقتي توشكا والعوينات، وأن هذه المشروعات بتعمل بنظم ري حديثة للحفاظ على كل الموارد المائية. كما أن امبارح الجيشين الثاني والثالث الميداني نظموا عدد من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني في سيناء، ده بالإضافة لإجراء لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء في إطار عملية التواصل المستمر والحوار ودعم الترابط بين القوات المسلحة وأهالي سيناء. تفاصيل أكتر هنشوفها في سياق التقرير اللي جاي. الحدث الأبرز امبارح كان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وأجرى سيادته جولة تفقدية لمتابعة موسم الحصاد ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بمنطقة شرق العوينات. خلال الفعاليات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية بتسعى للحصول على 1,000,000 طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكا والعوينات، وقال سيادته بنتكلم على 1,000,000 طن قمح معمولين بنظم ري حديثة، وحجم المياه المستخدم هو الحجم الأمثل في الري. كمان امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، وقال سيادته إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي؟ عملنا المشوار الأصعب، بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان من خلال التصنيع الزراعي، وأتصور العدد يزيد أكتر من كده. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم قدرات وإمكانيات قناة السويس لتعزيز تأمين المجرى الملاحي وتحقيق التطوير الشامل للأسطول البحري بالقناة، وقعت هيئة قناة السويس وشركة ترسانة الإسكندرية عقد لبناء وتوريد 2 لنش قاطرة من تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية، وده بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي مع المواطنين من أبناء المحافظات اللي بتقع في نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السويس بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لمحافظة شمال سيناء، وقامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للعديد من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، وده بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين. كمان نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء، وده في إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط بين القوات المسلحة وأهالي سيناء. تناول اللقاء عدد من الموضوعات اللي بتهدف إلى الارتقاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.